السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة بضانة الصوماليات إذا فهد دوني ذا نقدها وانا يردمان تيم بسورة وذا برامش هذه هذا قيمة بضان شيخ إن فضلك بضان أنسوقي إن مددة أنا حيس صاحب الفضيلة الشيخ محمود الشيخ حسن أبو دلحة حفظه الله ورعاه وصفر الدعوة كوكالة به يوروب إيشيا يوستراليا ربي سبحانه وتعالى شيخ إن حفظ ربي سبحانه وتعالى سيد أنوود القادنة يا ربي سبحانه وتعالى هؤجي جنة الفردوس يدو هذا أي لبي يتبنكي إنما أتهي أي شيخ بسوجي ذا دانت يدى إي مصلحة أمد الصباح ربي سبحانه وتعالى حقي جنة الفردوس الكريم مركو هوري وكسود وينيا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أحمد واندوهي إن لها أغانا وحاكو قران وقريي مقع آغا أحمد إذا وقع أدالها صغر ديكرت أسألي. ما شاء الله جزاك الله خير الله إليك وغفر الله ذنبك ربي سبحانه وتعالى سيدنة الفردوس هكوكي ذنبك أغانا حتى فوصح فديل darrad magaalada galkacyo waxa ka dhacay arin foolxun oo dhibaato weyn ah dhaqanka iyo diinta Soomaalidana ku xun gabar yar oo Caisha la yiraahdo oo 12 sano jirta ayaa la kufsaday la faafay arinta iyada ah wad maqashay hooyadeed ayaa wara warin Allah xadiyo soo noqnoqday ayayna arinta ululka dumarka Soomaaliyeed ilmaha ragga naftirkooda xanuun badan ay jiray duntay bakii intii aan ayaa dhigay saaxiib fadila bismillaah alhamdulillah sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad mahmud shi hasan wa ala alihi rabbi subhanahu wa ta'ala haku hafidhu saaxiib fadila en hadaa ma qasho adku ayar googo aya la kuwan ku maqlaa la subhanahu wa ta'ala hanu xafid shiiqa subhanahu wa ta'ala ana habrakeeyo sayidi hal mar ka baxay ku soo laaba hadaa di maqasho anuu kuma maqkuugan jeedo abshir abshir xafid shiiqa ana rabbi subhanahu wa ta'ala ana isahda fu barakallahu fi ربي سبحانه وتعالى علمنا الصوماليات إلهي نوح حفظه صاحب يال شو هذا لما أنت فضيلة الشيخ الأستاذ سيدي مرحبا هذا مين مغشى ما شاء الله صاحب الفضيلة ما شاء الله صاحب الفضيلة نحذلها حن نحذنت له ee gabadha lagu na farxumeeyay lagu kufsaday kadibna la dilay waa sida in dareenkaaga iyo maaragtay fikirkaaga iyo waxa halka ka socda iyo masiibada laga dhaxli karo sayidi fali tafadhal mashkuran wa majura alhamdulillah fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta وكل شيء عنده بأجل مسمى وحان مركا كوباد أحمد التعصي تيران يلي قلبي كسو بحي سمروغ أي حريصي وحان هلكن وقت تعصي أين يا أم عائشة وآن كسو قاضي أما أهبه يدي ولا شيء إددي إيا هبار يرتي مركا آن دينا عكالا إيغو شركي قيب كميدا أيو رب العزة كتل ماما يا إني تهي أم عائشة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة إلهي وحوله مؤمنين تو أيغا كليئة أيا ولا لأ وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم قفك مؤمنك أتشركيس حنونك كإيمانيا أما غيرها النقطة أما حنون عادي أهنقضة وحل مديها تشركا حنون كإيمانيا أم عائشة وحان ليلة هي مركة كوبات فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون على ما تصفون وحان إلهي كأقبرين الصبر وحان أكو بشارين إياه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم أصغر الصحابة ويدين يما تعدون الرقوب فيكم قبلا يا أتقانان وحيدهن قبلا وحان أنقانا قفك أدونك أن عهور كلهين نبي وحوي لمايا صلى الله عليه وسلم كاسي قبلا ما حقيقة لكن قبلا كحقيقة ذيه وقفك أحمد ومارين تقيام إيمان دونا أصغن الماء الصقير أصغن الماء الصقير إن كستو اللبية تبنشر أيتاي وحصور تقلا إنينا قان قاري أو أي صقير أهي وحان هو يدا أقو بشارين يا أو نبي محمد بشاردي سأل صلى الله عليه وسلم هذي كس صبرته عد كذا مركان لقيستينا وحاكم وقتي الصبر إيا أت كيسي باكم وقدي هذي السداس أي كس صبرته ما لنت قيام إله وحق الديارنا يا أجور وين وحارة عيسى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشفع عقاد بإذن الله تبارك وتعالى وحاكلون هو يدا حسوسين هيا إيه هو يوين كلمت كأبا قبل الليلة أم السليم أو أبو طلحة أو قبي أو لبس حابئة إنو ويل ويل كيدي بنتي قوري جيدان أميت كؤها أيضان أراس قشي صبر كيدو إنتو لنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى نبي صلى الله عليه وسلم وحولهي صبر كالنبتاء وحاويا وامركي هرديدو إيا حانونكو مركوكو قبطو أيا صبر كالإله ذا وصبر كالنبتاء إيا حقيقة ذا أوي انتاسي وحان أغب حيا هو يدا قيمها بضن إيا تشركا يغا قيب كاميدا إيا حضرنا أرنتا كل عضي أما فلك لوجيستي أحمد وحنو بحيي قتلوها قتلهم الله ويدلين ألها دلو إلهنا الدعاء إن نو أقبله قعمها نكر أتاقن نابا كبرينا المير الصقير المير أندم بقرين المير بريئة إن أبقعنت هذا كدشو حضرنا أبكفسي أقيسته هدرنا المثلة قصة ما يسوء تركي سبدشو والمذيح سبدشو وتركي سبدشاي وميق الجريمه وأي جريمة أعظم ما الجريمة يدم بكوين باجرة أو محي مضطي سو مسو قليسو كو الله ما لنت قيامة إيه دون سبحانه وتعالى ومركو الله كشيكين يكو جاهلية ذاها ee gabdhaha ayagu noolool duugi jiray rabul izm huyin wuxuu ka waramay suuratu abasa wuxuu kaga waramaya maxay ku direen ba maalin bi ayi dhanbin qutila maxaa lagu maxad dambigay kasbatay hadii maalinta qiyaamo la soo istaajiyo kuwa jariimada geystay war maxaad ku disheen wayba iimaane oo waa arin xaqiiqe waxaan leenahay marka قتلوها قتلهم الله ويدلين الله دلو ويدليستين الله دليستو
ويكفسدين الدلي ألها كرد الدولي آخر أرنتني أحمد وحي إيوم وقتا سورة حمين لو سورة حمين أيو أرققحس لو أرققحين أيو نبات قلين لو نبات قلين أيو قبر كستو مسلمة إنينا نقاقن ورقبنوه أنقا دالي أو وين دالين إنان قبنها يغا كحشونو إله بان أمري سبحانه جل وعلا سيدا دراد دوحان لينا هاي أرن كاني وحان أغبح يا أحمد ورق أنون ديرينين واجب كسارا علوم هذا إن أي بلشدك عيان وموضوع سيقوني أن دواد اللوغة قبطه وسيقوني المحاضرة اللوغة قبطه وسيقوني بلشد اللوغة وعي قليو ونالين يرادا لسوكينا ميلها أرنتاس اللغة لهاد له وقبلوه إني أمان وضادة كماري كران قبلوه إني وحبرشادة آدي كران قبلوه إني تعليم تآدي كران قبلوه إني سوشا قيسان كران قبلوه إني سوق سوء آدي كران ورياضة ورمانتا قبلنا أوروبا كنول ورياضة قبلنا أوروبا كنول أميريكا كنول أيضو تلافا كذا وضطا أي سيستم كتيرا أيضو إلهي أنت بدأ كما بخيان لكن سيستم كتيرا إلالية ورما سيستم كوين باجرة كتابك الله ورما سيستم كوين باجرة سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورما النظام كوين باجرة إنا المسلمين نهي وإلهي أخلاق نقوم النجسي سبحانه جل وعلا دين تينو محي كتكتي دين تينو وحبك متعين دايا قبلها مسلماتك أمرين وضد الشرف أمرين كل لحظة قبلها مسلماتك وضد أيغو قيمة وحاو انتي مرانها وحصوبرتين أو حصو شقيتين أو عهورتو ده حرنقمين هذا أرنتني وحي كيني إنينا قف دمر إنينا برناك أصو بحين أيضو اللي دوري يمتغانا إن أمضاني يعني دل اللي ورهدو وأرققحس عادي أوي وحاوية وأرن كصو بيرتي بلشادة او عصب لدغالنك امد الصوماليين لغو وضو اي دين عيادة بضان اي بدو ده اي برغو ده اي دينتو ده اي ددنمدو ده اي نحركو ده لغو بابي قيب كميدة وي نيروبين والمغلسة واحقا نعي انا ليه قبر با قبر دشي الشالي بانو مغلين حمر وحي كدع درد بانو مغلين انت وحي كدع اريمه النوع عنو دنع وحاوي يان إلا اسكا كاشو او علومادو اي سي غوري اوغو استاغان ونداء وبا خاصة او كسعود علومادا مسلمين ارنكاسي وان الالو وين لغو قادا الالوها قبلية دا لغو قادا لها اي الالوها كفسيغ لغو قادا يا وانو كنسر ريا محايا لي كاني واكخة ترسيها وحوال واكخة ترسيها ان قبلا يرير نبك انتادان لوغيش عدالة ديبان ربائن ان ديبو فيه أين العدالة؟ نمبا وحد لو عربي نمبا كفصد لو عربي هادو كفصدي أما أودي لي هادو تهبر هبري أيا إيماني اتقوا الله جل وعلا إلهي أغبق وعدالة الدين تإلالية والشرف تإلالية وعد وحد الشيء وإن لو دي له وعد كفصتي وإن لو سوقبتها شريعة الإسلام كو وحي قبتنا لماريا لغانا إلاليو أوضي أوضي إيا هبر هبري إيا محالي يدا محا حير هنجري إن لغا إلاليا أرمه النوع عصونا عدالة دو إنا شقيسا عدالة بان الضيق ذئ حول إيا مال لما الضيقا وحاكلو أن ليهي علوم ذا يدعا دا كدب أوي وجهي أوي أوضي يدي أوي وحقرتكي أوي عقلدي أوي أغاسيدي أوي جراديدي أوي بقردي أوي ملاقيدي أوي وبردي أوي ددكي ددكني أي كدينيين وإني كعام أغاس برهان أما بقر برهان أي سيقوني أباق أغدريا إنو بقردا إيا أغاسيدا إيا ملاقيدا أو عالن كأسيدو إنتو إسكوغو ييرو
in arinta go'aan rasmi ah in laga soo saaro ayagoo kaashanaya culumada maalinta ay dadka culumada iyo dadka ugaasiyada ah oo mootagana uu horkacayo dadka la boqoray ee umadu ay ka dambaysay maalinta istaagaan oo sir run u istaagaan ayagoo hal gacana waxa weeyaan shar oo dhanba cararaya shaytaan oo dhanba cararaya sida daraadeed gaar ahaan waxaan leeyahay warda culumada iyo ducada kadib isla ha iskaashadeen dadka boqorada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay dadku u doortay Ilaahay baa boqore oo ugaasiyada iyo garaadiyada iyo malaaqiyada iyo inta sheego dhan wabarada intay kacaan culumada iyo ducadu ha iskaashadeen qodobka kale asagana ka ku xiga away al majmu' al hakima aw dadki wuxuu xukumay aw meel walba dad baa xukuma dad baa madax u ah dad baa loo dhaariya oo kitaabka quraanka loogu dhaariya oo ummada u dhaarta oo yiraahdo waxa iga wallahi ah oo iga billahi ah oo iga tallahi ah dadka noocaas ah al majmu' al hakima meel walba ay joogto waa in ay arintaasi gacan bir dadka ay ku qabata ayagoo la kaashanaya bulshada iyo mujtamaac ayagoo la kaashanaya bulshada iyo mujtamaac la kaashanaya culumada iyo ducada la kaashanaya boqorada iyo ugaasiyada iyo mataqaana dadka aan sheegay la kaashanaya kullu dhalika waxaan leeyahay hadaan gacmaha la isu qabsanin waxa soo socda ka daran hadaan arintan go'aan laga gaarin waxa soo socda ka daran kuwa arintaas sameeyay hadaan la qabanin cadaaladana la horkeenin xaqoodana aan la siinin yaani siday u galeen aan loo gelin ayada oo la dhahayn anaga dhalay waa ina hebel waa ina hebel waa reer hebel xerba noo ahaa sidan buu ahaa ayadoo la dhahaynin qabaliyada qururka ay ummada baabi'isay haddii qof walba oo maanta qofsa u gala tiirka lasoo joojin lahaa waxa weeyaan maanta kufsigu iyo dhulmigu iyo xadgudubka gabdhaha yaryar maraya ee saqiirada ah meesha waa ka bixira sidaa daraaddeed waxaan ku soo koobayaa axmedow arintaa waa arrin aan ka tacsiyeyna awalan hooyada iyo waalidka dhale aan qalbigooda dejinayna thaaniyan dadka aan la hadalay oo dhan haddii aan la kicin waxaan laga qabanin waxaan leenahay wax ka daran baa la arki doonaa ama al majmuuc al xaakima dadka maanta madaxda u ahayd dowlad goboleedka iyo dowladaha kale ee meelaha ka wada jira ee magacyada leh waa inay shaqadooda qabtaan shacabku u adeegaan haddaynan cirdiga ilaalin karin gabdhaha yaryarka ilaalin karin maxay kitaabka qur-aanka ay ugu dhaarteen ha soo qabteen maxkamadana ha geeyeen ummadda midda raalli gelinaysa waa midda axmedow kelimadeedu waa inta fa as'alu llaha jalla wacala ilaahay inuu waalidiintii gabadhaa dhalay inuu qalbigooda qaboojiyo qaraabadii ay ka dhimatay ilaahay inuu qalbigooda qaboojiyo gabadh walba oo soomaaliyeed oo madluumada oo ayadoo yar la kufsaday oo ayadoo weyn la kufsaday ayadoo dhexdhexaada la kufsaday waxaan leenahay sabra biidnillaahi tabaaraka wa tacaala midda labaadna sawdkiinnu kor ha noqdo oo iska celiya oo kaca oo waxa dadan arrinta nama qabato oo albaabada garaaca oo culummada u taga oo ugaasyada u taga oo kuwa dowladaha sheeganaya u taga oo albaabada ku garaaca intaasaan kelimadeeda kusoo gabagabeynaya axmedow aad baad u mahadsantahay jazaaka allahu khayra masha allah jazaaka allahu khayr waxsan allahu barakallahu saaxibul fadiila maxaa cuquuba ka dhalan kara arrintan iyada maxaa cuquuba ka dhalan kara allahu akbar taasi miyaa la isweydiinaya axmedow qof walbaa yaqaana walidaalika xagga maana aadin xagga ooma kicin qof kastaa yaqaana suuratu nisaa baa ku filan qaala allahu jalla wacalaa waman qatala mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waghadiba allahu calayhi walacana waacadda lahu cadaaban cadiima subxaana allah qof iimaan leh oo mu'mina aayaddaa markuu dhegaysto miyaad u malaynaysaa inuu qalbigiisu degayo nacam waxaa ka dhalanaya ciqaab adduunyo waxaa ka dhalanaya ciqaab aakharo waxaa ka dhalanaya musiibo xataa haddaan la qabanin camimaysa sidaan sheegnay wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa culummadan u daayey sababtoo ah waa kufsi baa la yidhi waa dil baa la yidhi waa suura bedelid baa la yidhi waa ilmo yar baa la yidhi
حكمد والبجريمة أي قوني ذي ذا أطاي علومة ذا ميشا تشوكتبا حكمي دونتا عدينتون عدين دونتانا أرنتا مركز سيدي ذا حقيقة ذا قبطة أي أسي أغادان ولذلك ما أنا قدجل الحكمك ما دام ميشا يكدع علي أي علومة تشوكان أيها مسألة ذا ستنا بأو عدين دور بارك الله ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وفرح وتبك سيد الكريم أرن runti xun ayaa jirta oo oday dhaqameedyadeeda inkastoo 82 sano ay dhisoo wadeen een wixii aan ku joognay ahaayeen ay kala hagaayeen hadana dhig ugu gud ah gabadha la dilay ee la suura bedelay ee iyadoo yar la kufsaday waxa laga yaabaa xada qabiilka dhaxmartay in lagu bedelo xaqeedii diinta islaamku maxay arinta ayada ka qabta maxaad sa tala u jeedinaysaa oday dhaqameedada fa hukm al jahiliyya ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى أرنتا سوى أنه قد ديجيا وأنه ديجيا شريعة معامب أن لن نسيي سبحانه وتعالى عدالة كل سن حير تشبك شريعة نشقكم عليه حير تشبك شريعة نشقكم عليه وحي شريعة أنه أين الديدين أو مصلحة دي كتشرتو شريعة دي ديدين تاسانو كما هاللايو نصعب أو شريعة دي نكسور چيداي قادة شدادو وحاويان وكفر بين قنيسة سلا درادة وحان لينا محال لو يدي قفك قف دي لها اللو ديلو في الندبة اللي چوچينا يا محال لو يدي قفك وحبا وح معين اللي كتبتنا كتا الله قعانتها اللي قويو حدود دي با چوكسانيسة وهكذا قفك قف أفلقادية سديت الله اللي قلفته حدود دي بإستاغيسة هدي مركة اللي يدادو خير هبل بواقع ساعة هيدو مدى أطورو هدي حير تشبكا اللي قوة داي وقادة فسهادكا أياب بضان أيا أحمد وحان إسلاحي هدى واحد بضان أو بسيلة بلقاري قبلنا نارين تهدنا سيقوني بان إش أوه هندونا رجوي إنه وحان كاقبا واح مسلمين تو صوماليات عاوة وضسي حلا عائشة كوضا سيحان لا أن قتلوها قتلهم الله وحان رجوين كقبا إن أي نتيجة ونكسن وأن مرضا بلغود نقاق دولي نكا كود نقاق يلو أبيه مياشو كود نبايد دولة إن أي صابح دون تأي رجا كقبا وأرق الله مرة بضو حان لي مرك علومة إيا دعاة إيا أضياشة إيا ضدك ميشة حكومة أفرتا قلو وإن القرآن ربك قاتان موضوعا هي مواضيع ذكرة أمضى مصير كيضاء مصيبة ذكو إيمان كرت أمضى كيني كرة مصيبة روب لآن وحان كعلا علينا روب لآن من كعلا علينا قحط من كعلا علينا مربي نغسو فتح من كعلا علينا بدل قاتي من كعلا علينا وحان كعلا نلكي ولا قاتي من كعلا علينا dadki oo faqri ku dhacay baan ka cala calayna dadki oo soo qulqulayo qarbi u soo socda oo liibiya ku dhamaanayaan ka cala calayna waxa laga yaaba fitanta inay ka timaado oo kaliya saqiirada yarta ee la dilay ee la farxna ma sha Allah Seydul Krim en arin kale ayaa jirta oo maamulada Soomaalida dhexdeeda ku badan asoo ah marka qof la xiro in aan cadaalada la marsiin oo qof kale lagu bedelo ama la siidaayo inta wax ogaa la ruusha laga qaato taa iyada maxaad ka leedahay ahmedow si aynan abda mawduuc siyaasad kala nooga noqonin aan ku deyno gabadhan iyo dhibaatada soo gaadhay aanu ku deyno wa ila bulshada waxa in laga daaweeyo badan aad iyo wax in laga daaweeyo ay u baahan tahay aad iyo aad u fara badan tahay marka soo sumnu xurka mowduucu nooga dhamaanin ama nooga dhumin waxaan leenahay gabadhani dulmiga laga galay saqiirada ee la kufsaday sida la sheegay ee haddana la dilay ee la suura xumeeyay waxaan leenahay ha loo kaco oo iimaan ahaan ha loogu kaco oo diin ahaan ha loogu kaco oo dadnimo ahaan ha loogu kaco oo gabadhan xalkeeda waa in la keena wa illa fitan waxa dhacaysa aan dhamaaneynin qala taala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas sidee looga hortagi karaa sayidi fitnadan inay dhacdo mar kale kitaabka ilaahay oo lagu noqdo
sunnada nabiga oo la barto sallallahu alayhi wa sallam ee dadka oo wanaaga lagu faafiyo xumaanta oo lagala dagaalamo dadka aan sheegay oo ummidooba bulshada wanaageeda ee fadaaisha oo la faafiyo khayrka oo la faafiyo xumaanta oo meeshii ku jirtaba lala dagaalamo wax alla wey xumaanta fududeyn haya oo dhan oo mataqaana laga hortago gabdhaheenno la baro xushmada iyo mataqaana waqtiga ay socon hayaan iyo maxaliyada safarka ee bila mahramka ay socon hayaan ay safrayaan wa iyo wixii lamid wax alla wixii keeni karaba fitna keeni kara maxaliyada iyo way farabadan yihiin waxa soo in laga hortago bulshada xuquuqda ay isku leedahay in la tawciyeeyo dadka mufsidiinta ee bulshada in laga qabto dhalimiinta in farta lagu fiiqo in yaani magaalada magaalo walba lagu sameeyo dad khayrka umada u horseeda wareega habeenkii soconaya dhalimka iyo tuuga iyo midka sharta wadana la qabto marka umadu markay khayrka isu kaashato ayaa arintaasi la dhigi kara waa laga hortagay laakiin umad iska soconaysa oo iska firi ah oo aan mataqaana wanaag iyo khayr isu sheegaynin waxa weeyaan umada waxaa ku faafaya sharka marka waxyaabaha lagu yareyn kara cilmiga oo la barto caqiidada oo la barto xuquuqda oo la barto yaani guurka oo la badiyo xalaasha oo la badiyo waxyaala badan oo laga hortagi karo fara badan baa jira hadda soo koobto hal su'aal insha Allah masha Allah maxaa xala waa waxaan sheegayo dhan xal buu ahaa bilowgii hore negative iyo wax ma taqaanaa iskuma mashquulinin waxaan ka waramayay xal buu ahaa caawadan xalku waxay tahay in ilaahay loo noqdo kitaabka loo noqdo sunnada loo noqdo sallallahu alayhi wasallam dhulmigana la qabto gabadhana xalkeeda la gaaro ciddii soo dhulmiga geysatayna gacanta intii lagu soo dhigo in cadaalad lagu fuliyo si ay ugu cilmi qaataan ugu cibro qaataan kuwa niyada xun leh doonaya wadada ay kuwan mareen in ay maraan waayo haddaan fitnada la xirin haddaan wadada la xirin haddaan godka la xirin haddaan albaabka la xirin haddaan dariishada la xirin waxaa furmaya inta aan soo sheegnay oo dabaylahooda wadata ayaa soo furmaya waqti aan waxba laga qaban karin ayaa markaa imaanaysa idan xalku waa in fitnada laga hortago واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعليه سبحانه وتعالى فتنة كبقى قفك السمية أن أين كأكين وهذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين للسمية وايو ووناقنا ليس أمر وايو حمان ليس كريب وايو علم جل برن وايو خيرك أمد أصل أن قوي ذو وحاويا فتنة وكلا إيمان إيسا مركا حلك ونقونها ياسان وشيغني akhlaaqdi wanaagsanayd iyo dhaqanki wanaagsanayd in dib loogu noqdo dadkana wanaaga lagu faafiyo xumaantana laga reebo masha Allah jazakallahu khayr wa ahsana lahu leekum wa ghafara lahu dambak sayyidul kariim noo ducay in ragga soomaaliyeed ilaahay quluubtooda soo jeediyo nuguna duwo inaan gabdhaheenna u naxno u ahsaan samayno reeraheenna dhaqanno ilmaheenna aan ka warqabno saaki waxaan arkayay video aad soo dhigtay adigoo ilmahaaga la ciyaarayo oo nagu baraarujinaya in raggu ay ilmahooda وقت اللقاء كان أو إلا عياران واحد شو حسوس السي محاضرة هاي أين أبي إلهي سبحانه وتعالى سيدي جنة الفردوس هكو جيو قبلها طبعا ليدا اللي بعد هيسان المها اللوغتي هو المجرانا اللوغتي هو المفيوبا اللوغتي وأن للاكر سنين هو واسكتا يعينهين هو واشي وانر كبكتي سيدي اللي بعد تفرب بدنا جرتا دوبر كرانو نوغود عي حقا إلهي إنو حقوق دو ده inay gutaan ilaahay inuu maaragtay ku duwo noogu ducay sayidi faray tafadal mashkuuran oo maajuura ahmed oo ficil baa ficil weeye waxaan u baahanahay ragga soomaaliyeed waxaa la rabaa inay indhaha kala furaan wuxuu ilaahay rag ooga dhigayna inay si dhab ay u xaqiijiyaan waajibkoodana ay gutaan kana dheeraadaan ظلمiga iyo xadgudubka nooc u doono han noqdo ظلمiga iyo xadgudubku ay ragu sameeynaan way badan yihiin dalkiba lagu sameeyay waxa soo qixiyay bulshada madumarba waxa bulshada qaxooti ka dhigay macruurba waxa bulshadani qaxooti ka dhigay hatta alana istiqrar iyo deganaanta inay degaan oo dalkoodi dib ugu noqdaan oo dalkoodi ay caanihi iyo hilibki
iyo qoraxdi iyo wabiyadi iyo kaluugi ku raaxaysan waxa u diidan war ahmad oo miyeyna rag ahayn markii rabbi laga baqo oo cadaalad loo hadlo ragga Soomaaliyeed dalki Soomaaliyeed oo dhan ayay dayaceen amaanadaasi dayaceen markii amaanada dayacantay diinta ka horeeyso dayacantay diinti baa la dayacay dalki baa la dayacay dunyadi baa dayacantay hadda caruur iyo dumar baa dayacantay ma wax la isweydiiyaba arinta ragga Soomaaliyeed waa inay kelimada qalbigooda inaba dhaqaajiso ay gasho oo dulmigaasi midna waan ku faraxsanahay axmedo waana kelimadeeda iigu dambaysay biidnillaah waxaan ku faraxsanahay qof walba asagoo qaawan oo aan dhar qabin sidii ay hooyadii ku dhashay inuu hor istaagi doono rabbul cizza rabbiga koonkan iska leh adduun iyo aakharaba iska leh rabbiga ay cadaaladiisu meel walba gaadhay raxmadiisuna ay waasacatahay laakiin ciqaabkiisuna uu daray maxkamaddaas baa la qaadi doonaa qabiil male laaluush male xoolo male waan isnaqaana iyo weji male yowma yafiru lmar'u min akhiih kii maanta dhib geysta hadduusan rabbi u toobad keenin naxariista rabbina ayna ku habsanin maalintaa qiyaamo ayaa laga jari horta taa waa bishaaro haddii sida lagu tegi lahaa oo adduun ku dhammaan lahaa ciil baanu qabi lahayn laakiin alxamdu lilah aakharo allaha caadilka abaa ummaddan axmedow kala xukumi doon middaa weeye midda aan aad iyo aadka ugu faraxsanahay caawa ma ducaynayo laakiin waxaan leeyahay qataluuha qatalahum allah way dileena allaha dilo kuwii gabadhaa dilay allaha dilo kuwii gabdhaha dilay allaha duleeyo kuwii gabadhaa dilay allaha noolal ku soo qabto indhaha iyagan ha nagu tuso ayagoo tiirka intii la taagay la tooganayo adduunyada la dhaafinayo sida ay gabadhaa yar adduunyada u dhaafiyeen wabillahi tawfiq masha allah jazakallahu khayr waxsan allah ilayka waqafkaahu dambag saaxibu fadiila rabbi subxaanahu watacaala dambigaaga ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaalana ha ku asturo fi dunya walaakhira sida uu asturay abilambiyaa walmursaliin nabiyullahi ibrahim alayhi salaam saaxibuduus ayaan rabbi kaaga tugaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku haybinaysaa way baafinaysaa waxaa laleeyahay sheekhii aawe meesha aad u joogto dacwada maahana meesha aad ka maqan tahay ayaa ku baafinaysa rabbi subxaanahu watacaala sayidii jannatul firdows ha ku geeyo waana rajaynayaa inaan mar kale halkan iyo khayrka aan iskugu soo laabano insha allah bilahi kariim oo ku fasaxayaa kowda habeenimay kuu tahay rabbi subxaanahu watacaala ha kugu daro kuwa ay malaa'iguhu u duceynayaan sayidii baarakallahu fiik xabiibi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmeda waxa jazakallahu khayr